Dania, Dbaibo, معنا لليوم. هلو. اهلا وسهلا. انا اشتقت لكم كثير. انا بالاكثر. انت صار لي زمان كثير كثير. انا صار لي زمان عن جد. قاطعني ولا قاطعنا ولا شو عم بيصير؟ مقاطعين بعضينا هيك وما عم بتثاقب بس هلا اليوم. بس عرفت ركيت برمضان منيح. ايه. جود. يا هلا فيك نورت بيروت. الله يسلمك حبيبه قلبي هلا فيكي. شو اخباركم؟ ماشي الحال. تبا. انت شو موضوعك لليوم؟ انا موضوعي عن ترتيب الاولاد كيف بيجي، بتعرف عاده الكبير له صفات معينه، الوسطاني له صفات معينه، والصغير له صفات معينه، مرات بتزبط بنحسها بتنطبق علينا، يعني انتم اذا بتفكروا هلا ترتيبكم بين اخوتكم كيف ومين بيتدلل اكثر كمان مثلا ايه، فبدي احكي عن هول الشغلين اكثر بالتفصيل، بدنا نفندهم. اكسلنت دبيبو هذا نيوز كمان. انا النيوز تاعتي بعيد شوي عن البلدان، هيدي بتشمل كل الاشخاص. اوكي. لانه في دراسه جديده عم بقراها هذيك المره عن اللي بيحضروا فيديوز لبسينات هني وعم بينطنطوا وعم بيعملوا حركات وهيك، في فيديو هلا حيفرجونا اياه، انه هول الاشخاص لما بيحضروا، يعني عاده بتكوني فاتحه انترنت مثلا بيطلع لك فيديو، اذا بتصيري بتحضريه هل بتتحسن نفسيتك، المود بيطلع وجس وات، كمان الطاقه الانرجي، واحد بيصير عنده انرجي وبيخف بنفس الوقت اي شعور بالحزن بالقلق بالانزعاج. يعني هول الفيديوز تاعون البسينات فينا نستعملهم لترطيب حياتنا. الدراسه شملت شي 7000 شخص، في منهم بيشتغلوا بحبوا والما بيحبوا كمان هيك بيحبوا وما بيحبوا، في ناس منهم كانوا بس بيحبوا البسينات، في منهم كميه 60% كانوا بيحبوا بسينات والكلاب بنفس الوقت. بس اللي بين انه حتى اذا الواحد عم بيشتغل بالشغل دوام عمل مثلا وراح هيك اختلس النظر على فيديو مثلا وهيك، صحيح مفروض يكون عنده شعور بالذنب انه عم ضيع وقتي، بس اللي لاحظوا انه بتزيد انتاجيته، بصير بيقدر بيركز اكثر، يعني بتعطيه مثل هيدا ريبوت ايه ريبوت سيستم ايه بيرجع بيقدر. فعليهم خلينا نحضر قد ما فينا هيك فيديوهات، خاصة إذا حدا ما كثير عنده فوبيا على البسينات، في ناس بخافوا البسينات أو الحيوانات. فهون كنا حكينا كمان مرة على هيدا المطعم اللي في باريس اللي كله قطط، هيدا بيروحوا له الناس بيقول لك ليريحكم نفسيا، ففي شيء 300 قط موجود في المطعم، فاعتبروه لايك ثيرابي، سو whoever is feeling lonely بحس نفسيته تعبانه بيروح لهيدا المطعم. كمان ايه البسينه، نحن يعني اذا بيكون في حدا عنده اكتئاب او شيء بنقول له جيب بسينه، جيب كلب، جيب حيوان، أو حيوان اليف، وجود ايه حيوان بالبيت، هيدا التغنيج اللي بيتغنجوا عليك وهيك، فعلا لوحده بيعمل ديستريس، بحس الواحد حاله في حدا بحبه. انا تعقيبا للخبريه اللي كانت عم بتقولها دانيا، بحب احكي عن هيك اكسبيرينس بيرسونال عشتها، كنت باي ميتنج عم بيصير اذا ثاقبت بيكون في بسينات موجودين بال، يعني بيجوا بيكونوا عم بيلعبوا بين الطاولات او الكراسي، انا شخصيا ممكن يعني هيك شوي اشرد العب مع البسينات، ترجع بتعطيني انرجي، بتعطيني هيك ضحكه حلوه، بشوف فيها حيوان هيك اليف لذيذ مهضوم. بتساعد على تغيير نفسيتي. طيب دانيا، اليوم موضوعك عن تاثير الاخوه والاخوات على بعضهم بنفس البيت، مثل ما حكينا باول بترتيبهم كمان بنبلش بالترتيب. لا انه ايه في الكبير له صفات معينه والوسط، ما طلعنا انا وزينه ميدل تشايلد، بتسمعوا بالميدل تشايلد سيندروم؟ هيدا الوسطاني اللي مسكين ما شفت مسكين. انت شو ترتيبك؟ اخر واحد انت الصغير المدلل. انا بالنص كمان مثل كمان اوكي هي طيب. كمان عندها السندروم تبعك. عندي سندروم ثلاثة مات. شوفي خلينا نحكي بالترتيب هلا. الكبير شو خصائصه؟ يا ريت في حدا كبير معنا، ما في كبير، بس اكيد بتعرفوا اذا بتطلع على عندك اخت ولا خي اكبر. اللي اكبر مني دغري. لا الكبير، الكبير عنده بالحياة بالعائلة اخ، اكبر واحد اخ أدل؟ أخ إيه أوكي سو في حي ميستيك عربي أوكي يو أوكي. الكبير عادة أول ما يخلق الأهل بيكونوا ما بيعرفوا شيء بالحياة، ما بيعرفوا عن الأولاد،
بيعطوه كثير انتباه وبيعرفت كل طاقتهم بيصيروا بيسالوا وبيقروا كتب لحتى يعطوه. سو بيخلق اوريدي عنده نظام بحياته هيك كثير ستراكتشرد بيكون. عنده حس المسؤوليه، عنده هيك ضمير حي. بيخلق عنده كمان نزعة الاتشيفمنت، انه بيكون عنده طموح انه يحقق كثير، خاصة إذا الأهل كانوا من النوع اللي كثير عم بيدعموه وعم بيطلبوا منه. ولي العهد بقى. بيكون هو بموقع المسؤولية، فيتوقع منه دائما أشياء كثير عالية كثير منيحة. لما بيجي ثاني ولد مثل هيك بينكسر شوي هو لأن في صار مضاربة عليه. تاني ولد عادة الأهل بيكونوا تعلموا بالأول فما بيعطوا كثير انتباه لإله، بيتفاهلوا شوي بالتربية. وبصير الكبير عم بشو يدرس عليه ويعمل كنترول عليه وعرفت يتحكم فيه شوي. هيدا خلق اوريدي بسيستم الوسطاني انه في حدا غيره، اوكي؟ لما بيجي من بعده الأصغر مثلا أو إذا كمل السري يعني ضاع هيدا الوسطاني انه صار في غيري كثير، بصير بده انتباه انه هلو هو انه الكبير عم ياخذ العلم. هو ماي وين ماي؟ اكزاكتلي. بس هولي بيتعلموا المفاوضات بحياتهم وبيطلعوا هن البيس ميكرز بنقول، اللي دائما بدهم السلام بالعائله، اللي بصير بين الكبير والصغير هو الوسيط بيكون عم بيعمل، فبيكون عندهم هيك هالقدره على بيحولوا كل عرفت الشعور بالوحده انه انا ما حدا بيطلع فيي بالبيت للاصحاب، فبيطلعوا كثير اجتماعيه كمان وبحاولوا يثبتوا حالهم هيك برات العائله، بعكس الكبير، الكبير عاده بضلوا انه هو المسؤول، هو القصه كلها هو اللي عم بيبقى. حضروا لي جيبوا لي اعملوا لي. ايه الصغير المدلوع، هيدا اللي باخر شيء اخره العنقود مثلا اذا عم نحكي ثلاثه او اكثر، ايه هيدا اللي بيكون نافذ، اللي بحب يعني ما بعرف اذا بتتخيلوها بين اخواتكم انتم انه الصغير دائما طاقي، بده ينبسط، بده ما في حس مسؤوليه، اعملوا لي واتركوا لي وساووا لي، بيطلع اتكالي كثير يعني ما عنده مسؤوليه، دائما الكبير اللي هيك انت بيلو هلا عم نحكي ما بعرف اذا خصائصك هولي مضبوطه، ايه اعملوا لي واتركوا لي جيبوا لي واعملوا لي، ايه الكبير عاده هو اللي بيستلم الشغلات، يعني بيضل عنده هالحس بالوعي هلا انا تروضت مع الغربه والعيش لحالي، تروضت لما كنت هون بتجي العائلة لا كنت انا جيبوا لي وحطوا لي بيطلع محتال الصغير ما بعرف قديش انت محتال لحتى يسلك اموره ويصير يروح عند هيدا وعند هيدا وهيك عنده هالحنكه بانه اخر شيء ياخذ اللي هو بده اياه وعادة هولي بيكونوا كثير كرييتيف صغار وبياخذوا ريسك كثير ومهضومين، يعني هولي اكثر شيء اذا بتلاقي كوميديانز مشهورين بيكونوا هولي الصغار بالعائلة بدهم اتنشن، دائما بدهم اتنشن، حبوني يشوفوا. والولد الوحيد؟ هيدا الولد الوحيد بدك تقولي مثل الولد الكبير مضاعف، يعني هيدا الاهل كل الوقت بنصب اهتمامهم عليه، قديش هيدا بغذيه وبيعطيه هالحس بالمسؤوليه وهالضمير الحي وقديش بيطلعوا اتشيفرز، بيقولوا الوحيد كمان ببدع، بنفس الوقت على صغر مرات هيدا كثره الاهتمام بالاهل فيهم بتخنقهم عرفتوا، بس هولي كمان بيطلعوا مبدعين، بس هني خصائص الكبير بياخذها هو هيدا الولد الوحيد اضعف. ايه طيب الاهل كيف بيعملوا هالبالانس انه ولا واحد من الاولاد يتاكل حقه؟ ما هي بدك يصير بالانس لانه اول ما يخلقوا الاولاد بيخلق كل واحد في طبع عنده، سو هو بيكون عم بيتعامل مع الاهل والاهل عم بيتعاملوا معه، يعني يمكن يطلع حدا نافذ ما له جلاده، هيدا اذا الصغير نافذ ما له جلاده، الكبير عم ببدع بالدراسه مثلا اخذ موقعه بالعائله، الصغير بيصير عم بيتمرد ونمره ما له جلاده، الاهل لما بصيروا بيحطوا هيدي المقارنه بالبيت ليه منك شاطر مثل خيك مثلك بصير بيزيد عرفت ما بعرف انت كيف بلال عم تقدر هيك، يعني انتم بسمع انكم كتار بالبيت ما هيك حتماني. هيدا بياثر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني في اكثر من وسطانه، واذا في بنات بيناتهم البنت الاخرانيه ممكن تطلع هي البنت الدلوعه مثل صفات الولد الصغير. ايه سو كمان هيدا بيفرق كم ولد في كم بنت في وقديش كبره، ايه يعني اذا خيك الكبير هو الكبير واجت من بعده بنت مثلا
ومن بعدها بنت ومن بعدها صبي. البنت ممكن تاخذ طباع هيدا الخي الكبير انه هي اول وحده بالبنات، فهي بتصير الراعيه لاخواتها مثلا، خاصه في ادوار هلا الانثى غير المذكر يعني بالمجتمع، فهي اللي بتكون الحنونه العطوفه الايه. واللي عندهم توأم بحب خبري ساشا اللي طلع دقيقه قبل الثاني. انا هلا عم بصير مريضه نفسيا، يعني هني ما بيفهموا هلا اني انه عمرهم 4 اشهر بغنج وحده، بقول طب بركي حاسه الثاني انه ما عم بغنجها كل نهار وحده بالثاني هيك. بس بتعرفي شو بيقولوا؟ الدراسات بتقول انه التوأم هو عيله بحد ذاتها، يعني بيفصلوا حالهم عن بقيه، لا ما بيعود انه في كبير اكثر منهم، هول بيصيروا سوا راسين سوا. ايه بتوقع يصير في مؤامرات عليكي بكره لما في كبير وصغير بيناتهم. أيه. هن المقارنه دائما بين بعضهم، سو هول اللي حيكونوا في سيستم مستقل عندك انت، ما بعرف كم ولد حتلحقيهم بعدين. عليك اللي خليني انسى هلا التعب. اكيد. طب دانيا سوري تفضلي. الاخوه بين بعض يعني بالبيت بياثروا على النجاح، لانه بنعرف في غيره مقارنة مثل ما كنت عم بتقولي يعني. مزبوط. قديش بيأثروا على بعض؟ هي شوف الترتيب مثل ما قلنا، اللي كبير عادة هو عنده يعني يمكن الفرصة أكبر إنه ينجح، عنده أغلب الكبار بيكونوا عم بيوصلوا عادة بحياتهم. بس شو بيصير لما هالإخوة موجودين؟ إذا مثلا خي تاني كان عم ببدع، إذا خاصة إذا ما في كتير فرق بالعمر، إذا الأخ الثاني مثلا أصغر منه عم ببدع بمثلا الرياضة، طلع كتير موهوب بالرياضة، هالكبير من هو وصغير إنه عم بشوف خيه مثلا عم بحقق النجاح، هو بيصير بنقي شيء ثاني. عرفتي؟ سو الميول الاهتمامات بين الإخوة لما بتختلف منيحة، لأنه عرفتي بيصير كل الاولاد عندهم غيره بدون يمكن ما يفرجوها. صح. وكل الاولاد بحبوا يكونوا المفضلين عند اهلهم، وقد ما اهلهم حاولوا ما يفرقوا بده يصير في تفرقه بالمعامله، لانه في مقومات شخصيه. أكيد. يعني في ناس وفيها الترتيب. مزبوط مزبوط. ايه مزبوط. دايما بيكون تفضيل اخ عن اخت، او بيكون في هن زينا 4 بالبيت وهي وسطانية. نحن 4 نحن 4 اخت كبيرة، انه اجى اول ولد خي، اجى اول ولد مبسوطين كلهم فيها، بعدين اجى خي الكبير، اجى رجال العائلة بده يحمل اسم العائلة، بعدين جيت انا اوكي عندنا بنت عندنا شب، ما في شيء مشاكل مثل ما مع الاخر. وبعدين بيجي خي الصغير الغنوج عن قود العائله مثل ما بده بيصير. بس لا ما بيفرقوا هالقد بيناتهم. حلو. لا هيدا من هون لهون ما بتحب تكوني مفضله بشرفك؟ لا اكيد بحب. نفس الشيء اخواتك بحب. فبصير هيدي المبارزه مبطنه، يعني هيدي الغيره بين الاولاد مبطنه، بصير لما حدا بينجح بشيء بجرب الثاني يتميز بشيء ثاني تاني. ايه لحتى انه كمان يثبت حاله. ايه. وبتعرفي لما بتكون الاجواء بالبيت مريحه ومنيحه والاهل واعيين ما بيفرجوا بهالتفرقه بالبيت، بيطلعوا الاخوه بيدعموا بعض. صح. فعلى الارجح بينجحوا بنفس المستوى تقريبا. بينما اذا في كان هالكره مثلا، بنعرف كثير اولاد لا خلاص بصير فيها الاخوه الاعداء، يعني المنافسه بيتنافسوا مع بعض، هون ممكن ياذوا بعض. صح. لحتى ما يوصلوا. وبنشوف بنشوف قصص كثير انه اخوه على كبر يعني كيف هيك بينغازوا من بعض. ايه خبيع. لكن فوالا هيك عرفتوا كيف ترتيبكم بالعائله وكيف لازم تكون نفسيتكم وشخصيتكم في المستقبل. دانيا ميرسي بور هيدا التوبيك، واكيد مكملين عندنا توبيك ثاني كثير كثير مهضوم، واكيد المشاهدين رح يشاركونا بتجاربهم. زينا شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بالمشاهدين اينما كنتم. ينطلق ببيروت مكملين معكم في هذه الجوله، وايضا جمهور وتنا خليجي مكمل معنا، ان شاء الله تكونوا مستمتعين بفقرتنا ومروعتنا لليوم. الاحكام المسبقه judgmental people، او الناس التي تطلق الاحكام المسبقه، شيء او ظاهره شائعه موجوده عند الكل، حتى نحن يمكن اذا استأنا منها في يوم من الايام بتلاقينا احنا ايضا قاعدين نطلق احكام مسبقه. قديش الدوز تبع الحكم المسبق هيدا؟ اذا قاسي، اقل قساوه، خفيف، ثقيل، هيدا اللي رح نحكي عنه اليوم. يمكنكم ان تشاركونا الحوار من خلال الاتصال على الرقم اللي بيظهر امامكم على الشاشه 0961 1630 11.
0961-16830 11 رح نكون سعداء لسماع صوتكم. قولوا لنا اذا كان عندكم تجارب خاصه او ناس نعتتكم بالاصبع، ناس تريقت عليكم سواء شكلكم، مذهبكم، حياتكم، او فقط من خلال المظاهر، لانه هيدا ايضا الشق كثير مهم. هيدا الحوار رح نقسمه الى شقين مع دانيا اللي مكمله معنا اكيد، وبينضم لينا المعالج النفسي الدكتور نويل روكوز. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. شو الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. هلا انا مثل ما كنت عم بقول قبل شوي كثير محمس لهذا الموضوع لانه بيعنيني انا شخصيا كثير، لكن خلينا دكتور نعرف اول شيء شو هي الاحكام المسبقه. الاحكام المسبقه، خلينا نحكي عن الشخص الحكمي قبل ما نحكي عن الاحكام المسبقه. الشخص الحكمي او الشخص اللي بيعمل جادجمنت على الاخر هو الشخص اللي بيأدي راي بالاخر سلبي ضمن اطار لأسره بموقف أخلاقي سلبي. فإذا الشخص اللي بيحكم على الآخر بإطار سلبي هو الشخص اللي عنده جادجمنت على الآخر، بسموه شخص حكمي. أوكي. أوكي. عادة هؤلاء الأشخاص بكونوا بمحلات معينة عندهم إسقاط من ذاتهم، يلي هي بيبقى الشخص الثاني ما خصه بموضوع معين بيعمل إسقاط من عنده على الآخر، أو بيبقى عنده مشاكل شخصية معينة جاية من قبل، من أيام الطفولة، من أيام التربية، من أيام النشأة، وممكن تشكل له نقص هلأ بنحكي عنه بعد شوي، وبقوم بيعمل له إسقاط على الآخر بيحكم عليه، بتشكل دفاع لإله أو بتشكل نوع من رادع لإله ليقدر يقب بحاله. سو لما بيحكم على الآخر بحط من مستوى الآخر إلى حد ما، والفرق بين يوميات الإنسان لما بقول شيء عن الآخر بنسميه ما تحكم علي، والشخص الحكمي عنده لذة بالحكم على الآخر، بقى في لذة من بعد ما يحكم عليه. وهيدي هون بنفوت فيها باضطراب الشخصية الحكمية. فعلا دانيا شو رأيك؟ رأيي من رأيه، فسرها بأسلوب ممتاز يعني. بجنن هيدا انه كيف، بس بتعرف مرات انا بحسها في طباع شخصيه، في ناس مركبين هيك بتسمع بالام بي تي اي، يعني في هيدي الكويشنير اللي بنعبيها عن انه كيف نفند نحن نمط تفكيرنا. في ناس بتحسهم كثير حكميين يعني ابيض او اسود، في ناس لا منفتحين اكثر بحبوا يشوفوا الاحتمالات، وهيدي بتبين بكثير مواقف يعني بالحياه، وبدها شوية تسطيف للواحد ما يروح على هيدا الحكم دايما، وانه يكون كثير قطعي لانه بضايق اللي حواليه كثير مرات، يعني بيكون ما عارف القصة بعد مثلا دغري صفقك شيء سلبي عنا، بصيروا اللي حواليه بينزعجوا يعني غير الانسان اللي بيبقى عم بحط لك احتمالات وبوسيبيليتيز، هيدا محبب اكثر ما بتحس هيك؟ هو موضوع الحكمي مثل ما قالت دانيا هلا من شوي فيها ترجع لمرجعيات بالاضطرابات الشخصية. لما نفوت بالباثولوجي ونروح على الاضطرابات الشخصية خواجه بلال، بدنا نقول انه بالمجتمع نحن منعرف ومنفهم انه اوقات الانسان عنده غيرة. هالغيرة بطريقة او باخرى بتشكل نقص عنده للانسان، هالنقص بيقلبه تنسمي مثلا شعور بالدونية، بيقلبه ليدافع عن احباط ذاتي لشعور بالفوقية، بيحكم على الآخر بيشرب من طاقته بحس أحسن، بحس أنه هو صار مفضل ليهدم ما بني بالآخر، وهذا شيء جدا مثل ما قالت مزعج للآخرين. أكيد. طيب الأحكام المسبقة عادة بتكون، أو مش عادة، أغلبها بتكون سطحية، يعني نحكم على شخصية الواحد من خلال مظهره، من خلال التصرف، من خلال حادثة صارت له، على طول بنحطه بكتالوج معين. خلونا نشوف، اخترنا فريق الإعداد شوية فيديوز لحالات هيك قد تمرقوا فيها أو مرق فيها الناس الكثيرون. نبلش بهذا الفيديو اللي يحكي عن نفسه، نشوفه مع بعض. Sinking like a stone, alone. I can feel
ويمكن الكثير عانى من هذه الظاهرة. الناس تحكم على الشكل وعلى مستوى الواحد المادي والاجتماعي فقط من خلال شكله. يمكن احنا بنعاني منها بنعاني منها شخصيا. مثلا بنروح على مول بفوت انا ما حدا بيعيرني اهتمام، بفوت واحد حاطط غطره وعقاله لابس خليجي، الكل بيركض معه ومفكرين انه هو يمكن حيشتري اكثر مني. فيمكن هيدا شيء مرق علينا كثير، او العكس يمكن بيشوفوا اجنبي بيركضوا، بيشوفوا واحد عربي بيقول لك هيدا ما كحيان ما معه مصاري ما في يدفع. دونك فوالا، شو رايكم؟ في شغله بتصير عاده باطار المجتمعات بسموها اتيكيت، بتعلق اتيكيت للشخص، بتحكم عليه وبتقول عنه هيك، هيدي على المنظر، تعال عنده احكي معه رح تتغير النظره. كمان في شغله بالمجتمعات عاده بتصير بسموها جامب اب تو كونكلوجن، بتروح دغري على الاستنتاج، يعني مثل ما شفنا بالروبورتاج سياره فخمه وعم بيعطي مصاري، انه هيدا كلاسي او هيدا عنده اكس ايجريك زد. في شغله لما بتروح على الكونكلوجن من خلال المظهر انت عم بتتجنب انك تنظر للشخص بكيانه وتكوينه وجوهره. سو انت حكمت بس على الشكل الخارجي بغض النظر اذا صح اما خطا. هون بدي اروح على شيء استاذ بلال ابعد اسمه بري جادجمنت، الحكم المسبق. يعني انا فيي اقول لك هلا انت شخص ناجح، انا ما بعرفك، فيي اقول لك حضرتك ما عندك الاداء الجيد، بس انا كمان ما بعرفك، شو عملت انا بهيدا الشيء؟ حكمت مسبق عليك بموضوع معين وانا ما بعرفك، فقط لالفت الانتباه، لحطم الشخص الاخر، ولا اتجنب انه انا يحكم علي، فبدافع عن حالي بتمثل بمعتدي اخر الى حد ما حطها فيك لإلك. بالوقت يلي انا بقول احترم جدا ادائك وانا اتمتع باسلوبك. شكرا شكرا جدا. طيب في معنا اتصال من السعوديه بناخذه. الو مساء الخير. مساء الخير، هلا، كيف حالك؟ اهلا وسهلا، مين معنا؟ شلونك؟ معك خالد سعود. اهلا وسهلا، تفضل يا استاذ خالد. الاحكام المسبقه عندنا في السعوديه اكثر حد من عندكم كثير. توجع بالمظاهر والمعاصب، يمكن ما تاخذ اي حاجه من حقك اصلا الطبيعي اساس ان تعاملت مع واحد ذو منصب او ذو قيمه تجاريه او معروف. اظن انك ما تاخذ حقك حتى لو بيكذب عليك الا بعلم الصديق. الصدق هو عليك انت، هو صحيح. لانه الناس دائما بتتعامل يعني بالمظاهر والاشكال. المظاهر والاشكال وقيمه، يعني مناصب، يعني فلان منصبه كذا، فلان صاحب شركه كذا، فلان. وهذا اللي حاصل يعني في الدول العالم كله، يعني فعلا الدول العظمى للدول فعلا المتاخره. هيدا شيء عام. شكرا لك يا استاذ خالد، شكرا جزيلا. شكرا على مداخلتك. فكمان الناس اللي بتتخبى وراء المناصب يمكن هيدا يمكن شق ثاني، بنحاول نعكس شخصيه مش شخصيتنا، غير انه شو بتحكم علينا الناس، يمكن هيدا شيء مختلف. طيب نرجع هيدا الشيء لتركيبه الشخص لبيئته، المكان اللي تربى فيه، تكوينه، غير انه يمكن هو بيكون عنده عقد شخصيه او بيكون عنده اضطراب نفسي مثل ما حكي الدكتور قبل. اكيد انا تبعت الفقره ما قبل الفقره هيدي وسمعت دانيا عم تحكي، عم بتقول كيف بيعملوا مقارنه عند الاولاد. مزبوط. خليني اوضح شغله، اذا انا بجي بقول لولد انت ما عندك كفاءة جيدة، أو ليك رفيقك أو خيك كيف عم يعمل، أو شو ما عملت ما رح يطلع من أمرك شيء. هالكلام هيدا من قبل أهل، أب أو أم أو حدا بالبيت، عم بينعت الشخص يلي هو ولد، عم بحطه بإطار أثره إنه هو غير نافع. طيب هالولد لما يكبر شو بده يكون مكون جوا؟ اللي تفضلت فيه، تأثيرات السلبية صارت عنده مطبعة. صح. لما يكبر بده يعمل هيدا الشيء مثل ما انعمل فيه، ما رح يعرف اسلوب اخر لان هيدا اللي شربه بقلب البيت.
دانيا. فإذا المقارنة بقلب البيت أو نعت الولد بشخصية معينة أو بإطار معين بحطه ضمن هالخانية اللي هي الشخصية الحكمية. بمرحلة أخرى منلاقي إنه الأشخاص يلي صار في عندهم ديفيسيت أعطال نقص بالحياة تبعهم بيوصلوا لمرحلة للدفاع عن وضع معين بيحكموا على الآخر بيستبقوا الحكم فيه. وبدي نوه بشغلي إنه نحن بالمجتمع إذا صار جنحة وأخذناها على المحكمة ليش بنخدها على المحكمة وليه في قاضي وليه بيحكم؟ عم بحكي بإطار قانون وحقوق طلعت من الموضوع بس توضح شغلي. نحكم على هالشخص دفاعا عن حقوق بقلب المجتمع. فإذا عادة الشخص الحكمي أو القاضي بيحكم لأن المجتمع اللي خايف من جرم أو جنحة معينة تدافع عنه. هيدي بإطار حقوق ومجتمع. إذا رحنا على الصعيد الشخصي أستاذ بلال بنلاقي إنه الشخص الحكمي حكما رح يكون عنده نقص وخوف وضعف مثل ما قالت دانيا من شوي ليكب على غيره ليدافع عن ما ضعف عنده وما نقص فيه. فعلا وحتى من العائلة كمان كتير مهم يعني انه الولاد اذا شافوا اهليهم عم بينعتوا الاسود بالبلاك عم ينعتوا اللي عنده شيء تشوه خلقي اللي عم يفرقوا بالدين اللي هيدا فهيدا يمكن هو كمان بيتربى عنده منذ الصغر غير انه احنا تعلمنا نحكم عن الاشكال والمظاهر. اذا شفنا واحدة لابسة قصير بنقول عنها انه سيئة السلوك وإذا شفنا واحدة متسترة بنقول عنها أنه هي حسنة السلوك ويمكن العكس كومبليتلي بيكون في الواقع. نحن بطبيعتنا البشرية كمان ما عندنا قدرة تفكير كتير واسعة بنلجأ لهول الستيريوتايبس مثلا أنه خلص ما في عندك هيدا بدك تجرب تاخد شورت كات عادة ليكون عندك رأي أو تحليل عن هيدا الانطباع مثل ما شفنا يعني مرات المظهر الأول بيقدم لك صورة يعني حتشوف حدا مرتب كثير ايه يعني هيدا عم بيهيئك انت انه شو ممكن يصير. بتكون مرات عندك هيك استباء للشغلات لانه اسهل لك من انه يكون ما عندك معلومات عم بتبلش بيتعب الواحد بحس حاله ضايع صح. فبيكون عنده هيدا التقييم مرات ما ضروري تكون نيجاتيف جادجمنت او انه حكم سلبي مرات بيكون في توقع لشغلات لحتى نسهل على حالنا عيشتنا شوي. في مثل باللبناني بيقول الاناء ينضح بما فيه أيوة. والشخص ما بيحكم على غيره إلا من اللي عنده. فإذا أنا هوني بقوي يلي تفضلتي فيه بهيدول المثلين تنكون أكثر هيك براغماتيك. أكيد على ذكر الأمثلة في عنا كوتس حضرناهم خلونا نشوفهم مع بعض. هلا بنحضرهم. طيب عبال ما ناخذ الاتصال إذا فيه وبعدين بنكمل بنقول ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء الأنوار والسرور. هيدا الصوت أنا بعرفه وبحبه كثير. ما اسمك اسمي الله يسلمك كيفك يا فريد؟ الله يسلمك وانا بدي تحية ليك وتحية لدانيا دبيبو ولضيفك الكريم. الله يسلمك هما كمان بيحيوك وبيسلموا عليك. الله يسلمك وبدي اشارك الموضوع هذا موضوع حصل معي شخصيا انا يعني. خبرنا يا فريد. كان في احد الاصدقاء بالمناسبه هلا من احد الاصدقاء صار قريب لي يعني بالمناسبه. كان دائما بيقول هم فريد وهيك متعجل الفريد وخايف حال ما بعرف شو وانا ما راح اذكر اسمه كلمان لا احرجه طبعا. وكان دائما يطلق الاحكام عني وهيك وفريد وفريد. المهم مرور الايام حصل موقف وتعرف علي ودخل وشافني قال لي انا بحكي غير وكنت حاكم عليك اني احنا مسبقا وراني حذر كثير فانا خبرته انه ما بي يعني ما بيصير انه تحكم على حدا من تصرف احتمال انه كان في وقت غير مناسب او اي شيء مثلا فهو كان يعني انه يحكم مسبقا وقال خلاص انا ما راح احكم على اي حدا وهذا درس لي فانا احب الان اوصف الفكره انه من الغلط انه واحد يحكم على اي حدا عن طريق لبسه او عن طريق حركات ربما هو في موقف يعني كان في غلط معين يعني فالاحكام المسبقه دائما بتكون يعني خطا يعني المفروض واحد يتأنى شوي اكيد وانا حبيت اشكركم والحمد لله شاركت معكم تحياتي شكرا لك
شكرا فريد، شكرا جزيلا. لكن بس نقول انه اكثر الناس اللي بتلقى عليها الاحكام المسبقه هم اللي بيعملوا هيدا الشيء بناس ثانيين، وللاسف الشديد مجتمعاتنا مش فقط العربيه حتى الاجنبيه كلهم بيحكموا على المظهر، بيحكموا على اللي عم بيشوفوا عينهم وبيحولوه لمعتقد بدماغهم. اذا الكوتس جاهزين نشوفهم مع بعض. اول كوت: Judging a person doesn't define who they are, it defines who you are. هيدا يمكن تفسير للي قال الدكتور قبل شوي، لما نلقي بأحكام مسبقة عن الناس هيدا لا يعني أنه عم بنبين مين هن، بل عم بنوضح ونعكس صورتنا إحنا الحقيقية ومين إحنا. دونك فوالا الإناء هيدا هو باين. ينضح بما فيه. Absolutely. Next one. People will question all the good things they hear about you, but believe all the bad without a second thought. Voilà, الناس راح تصدق كل الأشياء السيئة اللي سمعتها عنك، بس ما حتصدق أي شيء حقيقي أنت عملته أو شيء كويس أنت عملته بحياتك. دونك يشككوا في الأشياء الكويسة اللي صارت وما بيشككوا في الأشياء الباد. There is a strong story behind every person. There is a story behind every person. There is a reason why they are the way they are. Think about that before you judge someone. Voilà. في قصة من وراء كل شخص وفي سبب في وراء الشيء أو الوضع اللي هم عايشينه أو الحياة اللي هم عايشينها. فكروا في هيدا الشيء قبل أن تحكموا على أي شخص. دونك فوالا، يمكن هيدا الشيء حقيقي أنه لما بنشوف حدا وضع معين، صار شيء معين، طلاق، سجن، قضية، ما بيعرفوا كل القصة، ما بيعرفوا شو في تحت سقف هداك البيت أو تحت سقف دماغ الواحد أو شخصيته. فما لازم نلقي بالأحكام كذا على الناس أنه أنت كافر، أنت ما عارف إيش، أنت ملحد، أنت فاسق، أنت مش عارف إيش. كل واحد فينا فيه الخير وفيه الباد، وكل واحد فينا عنده أشياء كثير لو طلعت للناس بيصير بيتخبى في بيته. فما لازم نلقي بأحكام مسبقة. في عنا فيديو تاني بياخذنا يمكن لأنذر كونة، نشوفه مع بعض. تفضلوا. كل الناس اللي رفضت، كان في 148 شخص قاعدين بقاعة السينما، شفتوا كيف أشكالهم مبينين أنه باد بويز ومخيفين. كان فاضل بس 2 سيتس. كل الناس اللي كانت بتفوت كانت بتخاف تقعد لأنه شايفة مناظر بتخوف. فكمان أنت شو كنت عملت؟ كنت عملت نفس الشيء تقريبا. حرقت؟ انحرقت. ودكتور نويل في شغلتين فيها هيدي. أول وحدة في الإمبرشن يلي الشخص بياخذها، ثاني شيء في المانيبيوليشن يلي عم بتصير، وثالث شيء بيجي الجادجمنتال على الموضوع كله سوا. سو اذا الشخص عنده الانفلونس الليفل تبعه سي شو بسموه المستوى التاثر واطي، بيتاثر بالمشهد يلي فيه او بالكلام يلي بينقال. اذا مستوى تاثر عالي ما رح يتاثر، مثل ما شفنا هالكابل هيدا بيفحشوا وطحشوا وقعد.
كمان هذا الموضوع له تأثير كتير كبير. كمان بدي زيد على المانيبوليشن. عادة الشخص الحكمي بيتلاعب بالآخر وبيعمله مانيبوليشن وبيعمله بسموها هيمنة فكرية تيسيطر على موضوع على وضع على سيتويشن على الشخص على عقله وبحط له براسه انه انت كذا كذا كذا. وهذاك الشخص بصير عايش هذا الموضوع بصير ديبندنت من الشخص اللي عامل حكم. مثل ما شفنا كمان بالفيلم شافوا منظر ما حدا حكى شيء. They was impressed. حكموا على الموضوع حملوا حالهم وفلوا. أنا كنت عملت نفس الشيء بس إنه لا مش عشان أشكال الناس. إذا صار في تصرف سيء إذا في bad smell أكيد I will run. وإذا في noisy people بالسينما ناس بتحكي كتير كمان I will go out. طيب خلونا نشوف شو رأي الناس بهذا الموضوع ونرجع تفضلوا. إنه مش مفروض واحد يحكم على الشخص إنه بس من أول نظرة إنه there's more to a person إنه من شكله. ما هو الأحكام المسبقة أمر بتدل حسب تربية الشخص أو الأجواء اللي قاعد فيها. الشغلة psychological يعني بتنم عن خبرة مثلا واحد مأثر فيها بصغره أو صارت أحداث قبل. مسألة مش شخصية هون، مسألة إنه عنده عقلية سائدة بالمجتمع رأسا تصدر الأحكام، منيح مش منيح، أبيض أسود، البرامج حتى التلفزيونية بتمشي بهي الطريقة. يعني وقت بيعطي حكم مسبق بيكون عم بيغلط، بيكون عم بيغلط بحق نفسه بحق المجتمع، عرفت علي كيف؟ فمشان هيك ما لازم الإنسان يتسرع وياخذ حكم على حال. عم بيعلموا الناس سرعة إصدار أحكام غلط على الناس أو تقييم أي وضع. ما بصير مع او ضد هذه كلمه ما بتسوى. اكيد واحد ما فيك تحكي مع الانسان، ما فيك تصنفيه، ما فيك تعبري عنه اذا ما كنت بتعرفي. كيف واحد بده يحكم على الثاني بدون ما يشوف شيء عليه؟ الانسان مش بتيابه، انسان داخلي، داخلي برايه بعقله بمبدأه بقراره بحضوره بشخصيته، هيدا الانسان. في مرات انا معه ضد، معك وضدك، منيح هيك، ضدك بشغلات ومعك بشغلات. هيدي العقليه مش حلوه، هيدي العقليه عملت لنا نفي للاخر. اصدار الاحكام على الاخرين بفوت كل انسان بمشاكل كبيره ان كان طاقيه او جسديه. اذا انسان ما قدر يتسامح مع نفسه اساسا، ما بيقدر يتسامح مع الاخرين. فوالا، لكن هيدي بعض اراء الناس في الشارع. خلونا نشوف اذا في عندنا راي اخر في الاتصال من السعوديه. الو مساء الخير. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل من معنا؟ معك طلال من السعوديه. اهلا وسهلا اخ طلال، تفضل. اول حاجه يعني بشكركم على الموضوع المهم هذا واللي بيهمنا صراحه كثير في السعوديه، لانه صراحه احنا خاصه الشباب احنا متعرضين للمواقف هذه كثير. يعني ما جت على يعني على الشخص لما تشوفه مثلا بتحكم عليه، تجي بطرق ثانيه. يعني مثلا بيجيك شخص حاد يعني ما يبغى الشخص هذا، بيحاول يشوه سمعته مثلا، بيقول هذا فيه وفيه وفيه، فبيكون في الحي وفي اي مكان بين اصحابه انه خلاص هذا الشخص انه مثلا حق مخدرات او انه مثلا حق غزل او اي حاجه من الاشياء اللي تشوه السمع. فعلا. فهذه اشياء ترى يعني صراحه في السعوديه خاصه يعني مضطرين فيها بشكل ما يتصور. فالله يعطيكم العافيه وما قصرتوا صراحه البرنامج هذا. يعطيك الف عافيه اخ طلال، شكرا جزيلا لك على مداخلتك. وهذا الموضوع يمكن لازم له حلقات ويمكن لازم تكون فقرة ثابتة أسبوعيا بالبرنامج لنعلم الناس كيف ما بيلقوا بأحكام مسبقة على الغير. طيب مجتمعنا هيك أو المجتمع العالمي هيك، شو بيعمل الإنسان اللي معرض كثير لأنه الناس تنعته بصفات أو بيكون دائما هيك victim all the time؟ يتغير، يخلي الناس عم تنتقد لبسك، البس مثل الناس. مطلقة ما لازم تقولي انك مطلقة، قولي انك مجوزة. اللي ما بعرف شو بيروح بيسافر بيجي مش عارف شو، بخليك عادي امشي مثل ما يمشوا الناس عشان تكون مثلهم. اذا عمت خفت شو بنعمل؟
تانيا؟ شو رأيك؟ لا قول الموضوع بالمبدأ عادة القوة عند الأشخاص هي لما بصير في تقبل اكسبتيشن. بس توصل لمرحلة اكسبتيشن الإنسان بيبقى عم بيتخطى أمور كتير. لحظة اللي بيعلق بأي جملة بأي فكرة بأي موضوع بأي صورة تعلق عنده عمل بلوكاج. وهالبلوكاج اللي بيصير بوب ما بقى بيتخطى بيعيش النكبة للنكد اللي عمله الشخص الحكمي عليه، وهون ببلش العذاب الداخلي. فإذا جوابا لسؤالك أستاذ بلال، كيف نقدر نتعامل مع هيك أمور؟ أول شيء بدنا نهدى وبدنا نقبل لنقدر نفهم شو عم بصير تنتخطى. واحد اثنين، كل ما الشخص عنده الإميونيتي الجهاز الدفاعي النفسي عنده قوي، كل ما قدر أحاط الموضوع كل ما تخطى بطريقة أسرع. هو الشغلتين أساسيتين لازم الإنسان يدرب حاله عليهم ليقدر يمشي لقدام. ما حدا بيخلق فيهم، هو بدون تدريب، بدون لايف كوتش بمحل، بدون سايكو ثيرابي بمحل. إذا في كل بيت يكون لايف كوتش ما هيك؟ هلا في شغله، اذا قلت شغله انت انه اذا عم في ناس عم بيقولوا له دائما نفس الريمارك، يعني هون مش ضروري تكون تعرف قد ما صارت درجه قصه انه الجادجينج وهيك صاير. اذا بتكون عم تعمل حديث مع حدا عم تعطي رايك بيقول لك بليز دونت جادج مي، انه مرات بالحديث بكل واحد بيعطي رايه بشيء، يعني في شغله عم بيحكوا عليها في خلاف معين مثلا بتعطي رايك، بصير انه كلمه دونت جادج مي قد ما صار في وعي على هيدا الحكم المسبق. بدنا مرات كمان نفرق اذا هالشخص حكم سلبي دائما كل الوقت ولا عم بيعطي راي سلبي. ما ضروري تكون مرات هيدي النيجاتيف فيدباك او هالراي السلبي يكون حكمي 100%. بدنا مرات نصهم شوي انه نشوف يا ترى في مجال لتكون مضبوطه هيدا الشيء اللي عم نقوله، ما نكون كثير دفاعيه كمان. يو جرو عاده بنكبر لما بنسمع الاشياء السلبيه، بدنا نصهم شوي مع حالنا يا ترى مضبوط. مرات بيكون عندنا لا تراكم التجارب بتدل انه لا هيدا شخص هو سلبي هو حكمي لا ما بدي تفرق معي، بس مش انه اي شيء انقلنا يكون سلبي يكون بالضروري غلط او حكمي، خاصه اذا سمعناه من اكثر من حدا. صح. طب دكتور كيف بنروض حالنا احنا بنعمل هالاكسرسايز مع بعضنا كم نخفف شويه، لانه يمكن احنا عم نحكي للناس ويمكن بيفكرونا عم ننظر، بس يمكن انا شخصيا بعمله. اذا فتت لمحل وشفت واحد يمكن لابس غريب او شفت واحد بتطلع فيه بعمل تيك بعمل whatever I will do that. يمكن انا بعملها بس ما رح احكم على شخصيته، بس لما بقلس اذا كان معي ماي فريند بقول له شوف هيدا شفت طبيعه بشريه، شيء طبيعي وطبيعه بالانسان انه يعمل هيدا الشيء. باللي قلته انت عم تتفاعل مع موقف معين، فانت ما حكمت، تفاعلت مع المنظر او مع الموقف. هذا التفاعل هو انساني بحت، بس الحكمي الشخص الحكمي بيعمل اعدام لحاله معينه بسقطها من مستوى وبيلتز باللي عم بيقوله. هيدي شغله كثير اساسيه كمان اللي استفادت فيه زميلتي جدا اساسي، يعني مش كل جمله او كل كلمه او حركه مثل ما هلا عم تتفضل غمزه من هون كذا انه هيدا يعني شخص عم يحكم، لا، اوقات في ناس بتقطع مساج بتمزح، اوقات في ناس بتبدي راي، دونك ما ضروري تكون بشكل حكمي. وبفرق ما بين الحكيم والحكمي، ذا وايز جاي او ذا وايز والحكمي جادجمنتالي. سو هدول كثير اساسيات لنقدر نفرق بيناتهم. هلا الترويض بصير عبر المسافه بالوقت، يا شخص بده يكون عم بيطلع عم بيقرا وعم يشتغل لحاله، يا بده جايد يقدر يساعده فيه لايف كوتش او سايكوثيرابيست، اثنين بجوز. حلو، بدك يقبلوا يروحوا. ناخذ اتصال. امينه من الجزائر، امينه مساء الخير. مرحبا يا امينه. الو الو، الاتصال بعيد ما وصلش، اخذ الطياره. طيب نحضر فيديو ثاني اكيد. تفضل دكتور. بدي اضيف شغلي على موضوع سمعت حدا على الاتصال بس ما لحقت اعقب عليه. بدي ضوي بس على موضوع الاشخاص الحساسين او بسمون هايبر سنسيتيف. الاشخاص الحساسين هن ضحايا للاشخاص الحكميين. سبحان الله كيف بيركبوا على بعض.
في مجال قوي مبروك كثير كثير صح يس الشخص الحكمي بشوفه بيتصيده تعال اقول لك ايه بقول له اياها هيداك بيتفاعل معه كل ما الشخص الثاني عمل رياكشن كل ما هيدا استفاض وعمل مزايده بدي بس كنت عقب على هيك لانه الاتصال لفتني اكيد طيب استنى بمجتمعاتنا لازم واحد يطلع من بيته يطلع ببدله حرب بتعمل ايه هيك هيك هيدي انا بسميها مرات هيك جاكيت التفال حتى اي حدا بكب عليك شيء تصحك ما تتاثر على طول ما بتاثر فيديو اخر يمكن يتماشى مع الوضع اللي احنا فيه في الفتره هيدي اللي يمكن مجتمعاتنا صارت تنعت بالارهابيه نشوف مع بعض تفضلوا بيعلم درس فعلا بيعلم درس فعلا مش فقط عن الملتحين لانه صار اي واحد ملتحي بيكون ارهابي او بيكون داعشي او بيكون وات ايفر هيدا الشيء للاسف الصوره المسيئه للاسلام والمسلمين اللي صارت الان عند الغرب فحمله توعيه رائعه مثل ما شفنا انه واحد متأنق وحلو وابيضاني مسمسم سبسب وشعره اصفر ممكن يكون طلع دروغ ديلر وتاجر مخدرات مش بالضروره واحد يكون عربي او مسلم ليكون سيء فوالا دونك نفس الشيء يمكن في نفس البوتقه بنفس نفس الموضوع وفينا نقول بعد على هذا الشيء اذا بنرجع شوي لايام المدرسه بالفيزيكس ناخذ انه إذا بتطلع أنتوا عم تكب حجر على المي بتشوف الحجر نزل بالمي قبل ما يوصل الصوت سو نحن بنعرف إنه هيدا صوت مي بعدين نسمع الصوت أو بنعرف إنه هيدي مي عملت السيركلز وبعدين نسمع الصوت من هون فينا نقول النظر بيحكم قبل لأنه بيوصل قبل بس مهم تجي تحكي مع الشخص تفهمه شو عم بيقول تفهم المنطق تبعه تتعرف عليه مش تحكم عليه هيدي شغلة أساسية حلو. هون بهيدا الريبورتاج انتبهنا أنه صار في حكم على شخص من منظره فإذا ليه نظر حكم مثل ما تفضلت من شوي وعبرت عن مجتمع على الشو أوف كيف القصص بتصير كمان بهيدا الموضوع نفس الشيء في عنا اتصال سارة من السعودية سارة مساء الخير أم سارة يا أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي أم سارة كيف حالك يا أستاذ بلال الله يوفقك أنت برامجكم في لبنان الله يسلمك ويسعدك أم سارة تفضلي الله يسعدك يا أستاذ بلال والله أنت إعلامي ناجح ما شاء الله تبارك الله آمين الله يحفظك ويسلمك شكرا جزيلا ليكي ممكن سؤال تفضلي كيف نتعامل مع بعض الإذاعات العربية نحكم على أصواتهم يعني تلفت الانتباه أنا ما أتكلم عن قنوات، أتكلم عن الإذاعات العربية يعني نحكم على أصواتهم إنها
مغري على البنات وزي كذا الله يعافيكم، كيف تتعامل معهم؟ اوكي ام ساره شكرا جزيلا لك. هلا رح نحكي ايضا الحكم مش فقط عن الشكل، الحكم كمان عن الصوت. مثل ما عم تقول ام ساره انه نحكم عن الصوت انه مغري، صوت غير سوي، كمان الصوت الصوت بيلعب دور كثير كبير. نحن صرنا بمجتمع، هلا نحن على الماس ميديا صرنا هيدا المجتمع، هيك صار منقشع بدينينا ومنسمع بعينينا. اوكي حلو يا شقلبت الحواس والخمسه عم بتصير. شوف هاللغط ماشي انا وياك نطلع على فيديو كليب، صبيه عم ترقص او عم بتغني، صوت بيبقى منه صوت خارج طرب، ولكن بيعمل لك المخرج فيديو كليب جدا مكلف ومرتب. انت صرت عم تسمع الغنية بعينك، ما عم تسمع صوت جميل. جرحت لك دينتك بصوتها بس انت غلب عليك النظر، فاذا انت عم تسمع اغنية بالعين وعم بتشاهدها بالدينة يعني انت ما عم بتشاهد. صح. سو ضيع لك بالاداء الاخراجي السنس تبعك. صح. وهيدول يعني راح اذا بدك التقييم هون لموضوع معين، مشان هيك الانسان بيروح على احكام اذا فقد التقييم، اذا ما عنده تقييم داخلي. اوكي، لكن خلاصه للقول نقول انه ما تغير شيء بحالك، لانه الناس هن اللي لازم يتغيروا، والناس هن اللي لازم يصلحوا من حالهم، بيروحوا عند لايف كوتش، بيروحوا عند دكتور او اخصائي نفساني ليشيلوا هالظاهره، وان شاء الله يا ربي تتخفف بمجتمعاتنا العربيه. دكتور شكرا جزيلا لوجودك معنا. ميرسي بوكو دانيا، ثانك يو، نورتينا. يا هلا يا هلا. هيدي مده الفراق بيناتنا عوضناها اليوم، لحقنا حالنا. احلى شيء، always a pleasure. Thank you so much. شكرا لكل اللي اتصلوا، قالوا لي كان في اتصالات كثيره لكن لزحمه الاتصالات وضيق الوقت ما قدرناش ناخذها كلها. رح نعيدكم في الحلقات اللي جايه ناخذ اكبر قدر من الاتصالات. يا رب يهدي مجتمعاتنا ونصير كلنا هيك متنورين ونحكم على الناس بجوهرها وباخلاقها، ليس فقط من شكلها ومظهرها، وما بننعت الناس باي شيء ولا نقذف البيوت والناس، لانه ما تنسوش عندكم اهلكم، عندكم اولادكم، وايضا في عندكم اسرار كثيره لو ظهرت للناس لا تتخبوا في بيوتكم. فاصل قصير وراجعين، لازال لدينا الكثير، ما تروحوش بعيد، تفضلوا.